يكون أعلن عنها وإزاي يدخل ويتعامل مع التطبيق ويسجل عليه. هو سيادتك في عدة شروط بس تكون متوفرة فيه، أيوه إنه يكون مصري مقيم في الخارج وعنده إقامة قانونية سارية، إن يكون سنه ما يقلش عن 16 سنة على الأقل تمام وقت تحويل المبلغ، إن يكون متمت إن يكون عنده حساب هو أو زوجته أو زوجه، أو لو كان ولد يبقى أبوه أو أمه، يكون في حساب له في تمام بلد الإقامة مدى على فتحه 3 شهور. مم. طبعا داخل معانا مزدوج الجنسية عادي، لو هو مصري معاه جنسية أخرى مفيش مشكلة طالما عنده إقامة سارية. تمام بيدخل على التطبيق الموجود زي ما سيادتك ذكرت كده على الأندرويد أو أي جهاز هاتف موجود، أو بيدخل يسأل على التطبيق اسمه اللي ايه هو التطبيق فن؟ سيارات المصريين في الخارج، سيارات المصريين بالخارج، ده اسم التطبيق. سيارات المصريين في الخارج أو سيارات المصريين المقيمين في الخارج. اي حاولوا تخشوا عليه واحنا على الهوا كده يا شباب. اي اتفضلي فن، بدأ ولا بيدخل لسه؟ بدأ طبعا، بدأ من امبارح. بدأ من امبارح. طيب يلا نشوف. اتفضلي فن. بيدخل على التطبيق في متاح فيه الاستعلام، يعني قبل ما ينشئ حساب ممكن يستعلم عادي، لو يعرف سيارة موديلها التفاصيل. كذا، طرازها كذا، موديل كذا، بيقول له التطبيق بقى بيحمله عليه كل سيارة تمنها هيدفع كام، النظام. بالظبط بالظبط، طيب ثمنها هيدفع كام. لو هو حب بقى هينفذ بينشئ حساب ويدخل من خلاله يسجل، ايوه والسيارة اللي هيسجلها بيحسب له المبلغ ويعمل له أمر دفع. التطبيق زي الفل. تمام أمر اتفضل. الدفع هو بيدفع بالدولار، مجرد ما بيدفع بالدولار في خلال 7 أيام بيتم المراجعة، 7 أيام على الأكثر، ويكون صدر له الموافقة الاستيرادية. بعد مراجعة البنك المركزي ووزارة المالية أو الجمارك بيصدر له الموافقة الاستيرادية اللي يقدر يبدأ إجراءات الاستيراد بيها. الموافقة بتروح له في خلال قد ايه فن؟ 7 أيام على الأكثر، بحد أقصى 7 أيام. لو بحد ما أقصى راحلوش، لو ما راحلوش رد، بيعتبر هيقول له مرفوض ولا هيقول بيتقال له له مرفوض؟ لا، بيتقال له مرفوض، بيتقال له مرفوض. تمام بيتقال له مرفوض، وفي الحالة دي بيرد المبلغ بتاعه بالدولار في بياخد خلال المبلغ خمس زي ما أيام هو دفعه بالدولار في خلال 5 أيام. خلال 5 أيام على الأكثر هايل برضه. هايل. لو السيارة دي اللي هو طلبها مش موجودة في الليست أو في القائمة الموجودة، لأن إحنا عاملين حوالي 25 ماركة، حوالي 125 انتوا جراج، مختارين الماركات. مختارين اللي هو اللي نزل مصر قبل كده، كل اللي عدى علينا في الجمارك احنا اخترناه، انما لو جاب حاجه ما جبناهاش قبل كده او ما ذكرتش، هو ده التطبيق يا شباب. اتفضل يا فندم. بيكون في استعلام. الاستعلام ده احنا في الجمارك داخلين على المنصه بنرد في خلال 3 ايام على الاكثر. بس احنا لاحظنا النهارده اللي انشاوا حساب لحد دلوقتي في خلال اليومين دول، يعني احنا شايفين الصبح النهارده ما وصلناش في خلال يوم وشويه، يعني حوالي 2100 واحد انشاوا حساب، دخلوا على التطبيق ده، انشاوا حسابات خلاص. انشاوا حسابات. مش استعلام او لا لا، تمام. واوامر الدفع حوالي 50، صدر حوالي 50 امر دفع. 50,000. 50 بس، 50 50 ما هو بس. 50 من ال 2100. عفوا عفوا. اي فن الاستعلام، يعني في ناس استعلموا عن سيارات على اساس انها مش موجوده على المنصه، حوالي 1250 استعلام. ولكن احنا لاحظنا ان في استعلامات موجوده، يعني اللي هم سالوا عليه موجود على المنصه ولكنهم بيستعلموا عليه. عشان كده احنا بنذكر الساده اخواننا المصريين المقيمين في الخارج ان ما يجي يعمل استعلام لو هو مش لاقيها في التطبيق يكتب لنا الماركه، الموديل، الطراز، نوع الوقود، الساعه الاتريه. وفي عشان الحالة دي لو هو لو العربية مش من العربيات اللي موجودة في مصر، هتعملوا ايه؟ هيترفض الطلب؟ لا، هنوديله هي، بس مش هيبقى محسوب له المبلغ اللي هيدفعه كام. تمام، فاحنا هنحسبه له في خلال 3 ايام على الاكثر. هايل. ولكن اللي هنلاقيه هو على المنصه موجود بس هو بيستعلم، هنقول له لا ارجع للمنصه موجود. تمام بس احنا تمام بنقول، بذكر بس ان يقول لنا عشان نقدر نرد عليه في خلال 3 ايام فعلا، ماركه، موديل، طراز، نوع وقود، نوع الوقود، ساعه الاتريه. واحنا عاملين فريق شغال على مدار الساعه، يعني يرد على الاستعلامات. عندكم قاعده قويه تقدر تكفي ده كله؟ عندنا طبعا، يعني كل مديرين عموم السيارات على مستوى الجمهوريه قاعدين على جروب موحد وكلهم شايفينه وبيتواصلوا مع بعض ويردوا فوري على بس احنا كده.